ثم تأتي له. وأضرب لكم أيضا مثالا ثانيا، وأظن أخي الأخ عبد الله بن يوسف أبو سليمان القاطري موجود، ما أدري موجود معنا؟ نعم أين هو؟ نعم، كنت أبحث عن نسخ الشمقمقية لأني أسمع بها من القدم، وخصوصا مع بعض شيوخنا الشناقطة، وأتمنى أن أحصل عليها. الشمقمقية اشتهرت بالشمقمقية، وهي قصيدة ابن الونان، قصيدة ابن الونان. هذه القصيدة اشتهرت بالشمقمقية نسبة إليه، لأنه لقب بابن أبي الشمقمق، يقولون أبوه يكنى بأبي الشمقمق، كنا ألقبه. حياكم الله يا أمر، حياكم الله، استغفر الله، استغفر الله، لا تفعل هذا، الله يسلمك، غفر الله لك. لقبه ملك المغرب، نسيت من هو، نسيت، لقبه بهذا لأنه كان يعني بليغا وأديبا. وبعدما مات الأب، مع أنه كان كفيف، بعدما مات الأب الابن أراد أن يصل إلى السلطان لكن ما استطاع. ففي يوم من الأيام خرج السلطان، ما أدري يتنزه أو في رحلة، لا أدري، المهم أنه اعترضه في الطريق، وصاح بأعلى صوته من مكان مرتفع: يا سيدي نسل النبي أبو الشمقمقي أبي. فأدرك السلطان في المغرب هذا، فلما رجع إلى بيته أمر بإحضاره، فأنشده هذه القصيدة، فسميت بعد ذلك، انتشرت عند الناس باسم إيش؟ الشمقمقية، وإلا هي قصيدة ابن الونان الحميري رحمه الله تعالى. وهذه من صعبة، فيها الغريب كثير، والشاهد أنا أحببتها لما فيها من اللغة والأدب، فأردت أن أحفظها، وإن كان السن اليوم ما عاد يسمح. ومطلعها: مهلا على رسلك حادي لينقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، وطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها، وكل قاع قرقي، وكل أبطحا وأجرعا وجزع وصريمة، وكل أبرقي مجاهل تحار فيهن القطى، لدمنة لا رسم دار قد بقي، ليس بها غير السوافي والحواصي بالحراجيج، وكل زحلقي والمرخي والعفاري والعظاغي والبشام والأثلي ونبت الخربقي، إلى آخره. تمام، اللهم بارك. فهذه، فالشاهد، نعم، إيه من اسمها غريبة الشمقمقة. الشاهد، فكنت حريص عليها، فأجزاه الله خير. في أنا أضرب لكم بس مثالا، هذا أبو لحسة، الأجهزة هذه ما شاء الله تدخل في المواقع وصارت توفر عليك، فجاءني بها جزاه الله خيرا مصورة مخطوطة، بحثنا عنها حتى وجدناها، وجاءني بها بعد ذلك مصورة، ثم بعد ذلك جاءني بها بشرح آخر. أنا عندي لها اختصار شرح السلاوي، أحمد بن ناصر السلاوي، عندي اختصاره للشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله، الذي توفي قريبا رحمة الله عليه، أحمد الأمين اللي كان يدرس عند باب عمر رحمه الله، توفي في رمضان، فاختصرها بكتاب سماه قطوف الريحان من حديقة ابن الونان، وطبيع طبعته دار ابن الجوزي، فأخذته في شعبان، وبقيت أبحث عن بعض الأشياء، لأن في هذه النسخة أيضا كانت فيها أخطاء، من ذلك المطبوع فيها قوله: وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي، مطبوع في نسخة الشيخ أحمد ماهر، وهذا خطأ، ومطبوع بعد ذلك في بعض النسخ الأخرى ماخر. وصححت القصيدة كلها، وهي 269 بيتا، فهي قصيدة نافعة. فبعد ذلك وجدت الأخ أبا سليمان يذكر الشرح الآخر لسيد كنون المغربي، طبع من قرابة 40 سنة،
وغير موجود الآن، فنزله أيضا لي من الجهاز. وهذه من فائدة هذه الأجهزة، أن الإنسان يحصل منها على هذه الفوائد وليس بحاجة خاصة في هذا الوقت إلى أن يذل نفسه. وما في واحد منكم إلا معه من هذه الجوالات أبو لحسة، وأبو لحسة النت فيه وكل شيء فيه، وأنا أسمي أبو لحسة هذا وأبو طفسة القديم اللي كان بالأزرار. نعم، فهذا أبو لحسة قد وفر الله سبحانه وتعالى به عليكم خيرا كثيرا. فأنت يا أخي ويا ابن السائل العزيز باستطاعتك أن تستغني عن هؤلاء جميعا ولله الحمد، ولا ترزق أحدا، وتعز نفسك فتعيش مرفوع الهامة معزا لدينك الذي أنت عليه، صلبا فيه لا تداهن في دين الله أحدا. فهذا الذي أنا أوصيكم به، وإن كنا الضعف فينا جميعا إلا من رحم الله، ولا يخلو الإنسان من الضعف، لكن أنا أوصي نفسي وإياكم بأن يعتز الإنسان، فإن النفس إذا أعطيت ذلت. إن جزتني عن صنيعي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذه متى؟ هذه بعد 3 أيام ولا نرسلها للشمقمقية؟ هذه الأوراق يا شيخ محمد. والله هذه الشمقمقية أنا ذليتوني أسمع بها، ولذلك أشعر بشمقمقة. فإن كان وقت العشاء جاء عجل. نعم، والسمع واليعقوب عاد لو سمعت هذا ماذا تقول فيه؟ والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنت والقطا وجورقي سيد السبنت والله المستعان. هذا كله في وصف الناقة وما عليها. بعد ذلك وصل إلى تبغى الناقة؟ لا 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 نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. يقول عندهم المزاين، مزاين الإبل الآن عندهم في أم رقيبة، في جات إيش هي؟ لا، المنطقة التي كان فيها الشيخ عبد الله مفرح. لا يا شيخ، النعيرية، قريبة من النعيرية هي. نعم، فهذا هو الذي يقال فيها في الناقة، لأنه ذكر الناقة ووصفها بأوصاف أوصاف كثيرة جدا. نعم، يقول وكم بسوط البغي سقت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي، حتى غدت خوصا عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق، مرثومة الأيدي شكت فرط الوجا لكنها تشكو لغير مشفقي، قد ذهبت عنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق. ف كلام طويل، كأنها لم تكن قبل انتخبت من كل قرواء رقوف فنقي، دوسرات هوجاء وجنا ما بها من نقب ومن وجن وسلقي من بعد ما كان إلى آخره. أي لغة؟ فالشاهد هذا وصف الناقة إلى أن قال وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي، و إن تماديت على إتعابها فسوف نعم ولم تكن منتهيا عن رفقي، وإن تماديت على إتعاب فسوف تعروك على إتعابها ندامة الكسعي والفرزدقي، وكنت قد عوضت من أخفافها خفي حنين ظافرا بالآنقي، لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي، رفقا بها قد بلغ السيل الزبا واتسع الخرق على المرتقي إلى آخر قصيدة طويلة، وأنتم إن شاء الله ترجعون. فالشاهد أن هذه الأشياء يعني هي هذا الكتاب وأمثاله، يعني قديما عندنا نحن في بلادنا المشرق الكامل في اللغة والأدب لابن الأثير يعتنى به، وكان في الكلية مقرر قراءة، مادة اسمها قراءة، وما كنا نغادر شيئا إلا نحفظه حفظا حفظ. فاليوم قبل أيام قلت لبعض إخوانكم قالوا الأحاديث في اختبار أعمال السنة كلها المقررة؟ قلت كلها. صاحوا قلت كم هي؟ قالوا 25. قلت بنتي في 4 ابتدائي تحفظ 40 النووية.
في رابع ابتدائي تحفظ 40 نووية، وأنتم الآن في الكلية 25 كثيرة. شوف تدرون لما هذه الأشياء الأجهزة ضيعتنا، والاعتماد عليها كل شيء مخزن مخزن. نختبر أنفسنا الآن، قبل مدة كنا نحفظ أرقام الهواتف عن ظهر قلب، لما جاءت الخوازن هذه في الجوالات اختزلنا كل شيء فيها حتى ما عاد نعرف شيء، يضيع الجوال وإذا بك